تعتبر مرافقة الأولياء لأبنائهم خلال الدخول المدرسي خاصة يوم الأول أمرا مهما للتلاميذ، فالمرافقة تلعب دورا هاما وكبيرا في إنجاح العملية التعليمية. سليمان أحد الأولياء الذي يفضل مرافقة ابنه بمدرسة الطيب ابن الدين بمدينة المشرية بولاية النعمة. ابني يقرأ في الطيب ابن الدين، أرافق ابني للمؤسسة، لولا نشوف الأساتذة تاعها، نشوف المدير كاش ما خاصه كاش ما خاصهش، راه مليح ما عرفش ملي، ولولا ثاني تحس الولد باللي راه باه معاه، راه في كتافه. كاين اللي انا عاد ولدي يقرا غير هنايا، يسكن غير هنا قريب ونجي معاه. كاين اللي ولادهم كاع بعاد وما يجوش معاهم، ما تجي ما تحسيش هذه افات اجتماعيه راه كاينه، ما تحسي كاع واش يوصل ولدك يطيح في الطريق، لا فقاه وخاصه نهار الاول ويحفظ الطريق. وثاني واش نقول لك، تنصح الاباء كونوا سند لأبنائكم. الأسرة والمؤسسات التربوية بمختلف الأطوار يلعبان دورا هاما في نجاح التلميذ. باش ينجح التعليم لازم شرطان أساسيان. الشرط الأول هو أن الأولياء، وقوف الأولياء مع أبنائهم. والشرط الثاني أن الأولياء يساندوا المؤسسات التربوية من المدير إلى الأساتذة، كل يساعدهم بقدر الامكان. نتبعوا الصباح نوصلوه للمنزل باش يدخل يقرا، لازمنا ثاني في البيت نفس الشيء نقوموا به في البيت. هذا هو رابقوا التلميذ داخل المدرسه وخارج المدرسه. النجاح لا يحتاج الى كثير من العلم، ولكنه يحتاج الى الحكمه. فحكمة الأولياء هي مرافقة الأبناء في كل الأوقات بعيدا عن مرافقتهم للمدارس.